أنيسة لعينك أنيسة. الله يعينك أنيسة. أنيسة قداش عمرك؟ 25 باهي أنيس كي نقول لك 26 جان في 1972 التاريخ هذا شو يعني لك؟ حتى يكون آخر حاجة أول كوب دو مونت حرف من عام 72 كي نقول لك 26 جان في 1978 شنو يعني لك؟ جات الحال كوب دو مونت تصور كوب دو مونت 78 قطع نظر على كوب دو مونت تعني لكش حاجة؟ لا باهي هو كوب دو مون 78 هو صحيح عام 78 ولكن ماهوش 26 جان. الكونج بارتي باهي كونتر بولوني هذول وقت خرجنا مش عارف فما حاجه هناك صارت حادثه اليوم. ترى سمي لي الجوارات اللي شاركوا في كوب دو مون 78 على الاقل زوز ولا ثلاثه سنين. مولي طارق الهياب معروفه ومعيد عتوكه. تعرفش حسين الكوك؟ لا. تعرفش سعيد جيك؟ لا. عام 26 جام وقعت ثورة ثورة كبيرة برشا اللي بعد من أجل العمال من أجل النقابيين ولا حبيب بورقيبة رئيس الجمهورية بعد اطلاعنا على الفصول 37 41 53 من الدستور وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي. الفصل الأول يمنع كل تجمع يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة. الفصل الثاني يمنع كذلك جولان الأشخاص والعربات ابتداء من الساعة 6 مساء إلى الساعة 5 صباحا وذلك إلى أن يصدر ما يخالف ذلك. يمكن استعمال السلاح من طرف أعوان الأمن ضد كل شخص مشبوه فيه لم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار ولم يبقى مجال لإجباره على الوقوف. بعد الإجراءات الحازمة التي اتخذها رئيس الحبيب بورقيبة يوم أمس أعادت الحياة كل مغرب. خاطر تو نقولوا حوادث جانفي، اي حوادث جانفي عاشوها العمال ايضا، كيفاش العمال عاشوا 2 جانفي 3 جانفي 4 جانفي 7 10 نوفمبر، كيفاش عاشوا العمال داخل المؤسسات؟ نقول انا مجله الشغل الاتفاقيات المشتركه اوت، نحي. ما عادش ثم حتى شيء، العمال يقودون الى المعامل تحت الغشاشات وبالحراسه. كل المفاهيم اللي موجوده في مجلات الشغل عوضت بمفاهيم جديده، مفاهيم جديده هي العمل بالياتاش. بلو دو اور سوبليمونتير بلو دو فماش ساعات عمل. ونقول انا للهجمه اللي استهدف لها الاتحاد العام التونسي للشغل ما تعنيش كان الاتحاد العام التونسي للشغل، هي تعني كل فئات الشعب، تعني الطلبه في ذلك الوقت، تعني الاحرار، تعني المناضلين، تعني الشباب. وما ننساوش اللي لكي لا ننسى شهداء 26 جانفي، سعيد الشيات هو اول ضحيه مش عامل في 26 جانفي، إذا غسوا بال بيردو في راسه وهو يشيط ما يعرفش مات وما يعرفش علاش مات، سعيد الشيات. ونتذكر اللي منصف المزغني عنده قصيدة حلوة ياسر على سعيد الشيات، ومحمد بحق غناها ما ذنبك يا سعيد. ما ذنبك يا سعيد أن تكون ماسحا وأن تصيبك رصاصة طائشة وأن تصيبك رصاصة طائشة فتموت. نمط الحكم اللي ساد البلاد من 56 حتى 78 وواصل بعد ذلك، يعني نظام الحزب الواحد اللي يعتبر انه مش ممكن
في نطاق نظام الحزب الواحد أن تكون هناك نقابة مستقلة أو جمعية ينظرك عشنوة مستقلة أو منظمة أخرى مستقلة أو أحزاب حرة تناظر من أجل بصفة حرة وديمقراطية أو انتخابات ديمقراطية أو غير. نظام الحزب الواحد هذا نمط الحكم هذا هو اللي يكون مسؤول على كل الأزمات، واللي كان مسؤول على كل الأزمات وحدة الأزمات اللي عاشتها البلاد. ونبدأ من الأول على الشكل يعني عن التاريخ عن خمسة عن 80 سنة وقت محمد علي بدا حرب الجيش والحزب الحر بور كان ضد وقت شاف من يروكاتين بالقاسم البناوي اللي هو الحزب بتاع الدستور وقت شدوه وحطوه في المحكة شد في الجنوب التونسي في عام 34 35 كان دستوري ما كانش حاجة أخرى لكن وقت حب يرجع سجن بطير الدعم محمد علي قال ما حبش فيه السياسة في المعارض وذاك الوقت كان تشوفوا في التاريخ كيفاش يعطي مرات التاريخ يجي هذاك الوقت المؤتمر نتاعو في جانفي 38 40 سنة تتكلم بالنهار 29 جانفي 38 كسروا المؤتمر والرباط فين انتم؟ وحتى شكون؟ حتى هو اللي عمل 26 جانفي نتاع ما خليناش أي زيادة من الاستقلال، بالعكس عام 56 وقع التنقيص للوظيفة العمومية لأن كانت كنا ناخذ على الأولاد الكل، ولهذا كانت الشهرية الأولاد ناخذوها من عند الأولاد أكثر من الشهرية متاعك، وإذا بيه ردوها لنا أربعة ثم بعد ثلاثة. الشهرية متاع الموظف كانت تبقى تحت حيث قال النقص أو زيادة عطوهانا نذكرها في الستينات سموها 4 دينار تاع بها لدغم وساعة دي ساعة ضد التسمية ذي بكل احترامي يا سيدي محمد كل هذه تسمية هذه تاع الهدي نويرة هذه تاع بها لدغم هذه تاع مزالي هما لو النقابي فين هما راهم كل مزيادة كل وقع عليها موقع من طرف النقابي لفع شهور في ذاك الوقت قال أنا أريد رسالة مكتوبة مع عند بورقيبة كما حال البارح الحين اليوم اعطيني رساله مكتوبه وبقي مده القصر يتردد يعطيه رساله مكتوبه او لا يعطيه المهم اعطاه رساله مكتوبه واعاد بناء الاتحاد هو ان السبعينات كما راينا شاهدت هذا التناقض العميق وظهور هاتين الطبقتين طبقه الى حد ما اثرت باقصى ما يمكن وفي اقل وقت ممكن وهي طبقه الى حد ما طفيليه لأنها لم تكتح حتى تصبح طبقة برجوازية والطبقة الثانية إلى حد ما هؤلاء الشغالون هؤلاء المعدمون من الفاقدون العمل هؤلاء هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة بالنسبة لأحداث 26 جان في 1978 يعني هذه الأحداث اللي هي يمكن اعتبارها من أكثر الأحداث الدموية في تاريخ تونس المستقلة يعني من 56 يعني بعد نهاية الصراع ليوسف البورقيبي لم يحدث أن أنزل الجيش في شوارع المدن التونسية لقمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص على التونسيين أحداث 26 جانفي في 1978 نتجت أو ما يسمى بالخميس الأسود ولو أني أنا أميل إلى تسمية الخميس الأحمر أكثر من الخميس الأسود نتيجة عدة عوامل نتجت هذه الأحداث أحداث 26 جانفي في 1978 الدامي من ناحية أولى من ناحية اقتصادية اجتماعية اتباع النهج الليبرالي في عهد حكومة نويرة بطبيعة الحال أدى إلى تفقر فئات واسعة من التونسيين يعني فئات واسعة من الشعب التونسي تضررت من السياسة الليبرالية لحكومة المرحوم لهادي نويرة وقفز عدد المنخرطين سنة 70 إلى سنة 75 من 20,000 منخرط إلى 500,000 منخرط
أصبح بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل قوة أساسية في البلاد والقوة التي لا يستهان بها. كنا في برج الرومي معناها ما يقارب 40 سجين سياسي شباب في أغلبنا من فئات مختلفة ومن كامل الجمهورية. وقع المجموعة الأولى إيقافها في أكتوبر 73 والمجموعة الثانية معناها 75. دونك كنا نتابع عن كثب ما كان يتم ونتفاعل وتأتينا الأخبار من أهلنا اللي هم كانوا أغلبهم مناضلين في نقابات يعني سواء من صفاقس ولا من سوسة ولا من كامل الجمهورية. بالطبع تبعنا وكان بالنسبة لنا العملية التصاعدية اللي تبعنا اليوم عندها دور كبير بالنسبة لنا احنا. أول ثلاثة أسباب لنا أمل كبير بالنسبة لنا وإحنا معزولين فكل